وجاء هذا القانون لينزع عن لغتنا العربية الصبغة الرسمية وإلغاء الديمقراطية في الدولة، ليجعلها مع تبني هذا القانون دولة أبارتهايد. للأسف تتنكر لحقوق سكانها الأصليين وتتعامل معهم كضيوف وليس كمواطنين لهم حقوقهم المشروعة. واسمحوا لي من سن هذا القانون مع سن هذا القانون أن أقرأ قصيدتي في قانون القومية، والتي نشرتها في اليوم الذي صدق فيه على القانون وبالتزامن معه. في قانون القومية: يريدونها دولة لليهود، عندها الظلم باسم القانون يسود، عندها الحقد في بلد الأنبياء يعود. لن يكون للمصطفى أو للمسيح ولا لشعيب حق ووجود، لا للظلم على مر العهود، نهج يودي بنا إلى باب موصود. سيحكمنا قانون مجحف حقود، ينبذ السلم إلى أبعد الحدود. إياكم التمادي في مثل هذا التصرف، كي لا تجلبوا الكره والتطرف. أناديكم أن تعدلوا عن التمييز، كي يستتب السلم والأمن العزيز. بلادنا درة الله ومبعث المسيح، فالعار أن تصبح مرتعا لكل قبيح. شكرا.